29/8/2012. طبعا نحن هلا بحي الخالدية وهي المناظر اللي عمالي نشوفها، نحن فينا نقول صارت فلكلور عنا. هذا اللي شايفه انت، هذا صاروخ، هذا برميل بتطلع طيارة بتزته، برميل كبير فيه تي ان تي. خلينا نفوت نشوف شو بيعمل، شو بخلف هذا البرميل. طبعا بناء هاي بناء من 3 طوابق مثل ما انك شايف نازلة كليا. هاي نازلة ثاني شارع، وهذا الدمار الخفيف من خلفته بس هون. هلا نشوف هون وين نازل الصاروخ. هاي بناء كاملة نازلة مثل ما نحن شايف. بنايات هاي دي نزلت، شايف فينا تتصور لفوق. هاي كانت بناية هون واقفة جنب هاي البناية، نزلت كلياتها. هذا الصاروخ، هذا الصاروخ العمال يستعملوه مانا جديد. طبعا ضمن الحصار اللي محاصرينه، رغم الحصار اللي محاصرينه عمال ينزلوا علينا هاي البراميل. وين من اجت تجي؟ في سكان ما في سكان، وين من اجت تجي؟ المهم ينزل الصاروخ وينزل بناء ويخلف دمار. يعطيك العافية.